الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية الميت يعطي موز في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الشخص أنه يأخذ موز من شخص ميت في منامه يدل على الرزق الوفير والصحة الجيدة للرائي بإذن رب العالمين. كذلك يشير أن الميت يعطي الموز لشخص على تحقيق هدف قد طال انتظاره، والله أعلى وأعلم. أما الشخص المريض فعندما يأخذ موز من شخص ميت فتكون بشرى على شفائه من المرض وتعافيه بفضل رب العالمين. وعندما يرى أهل الميت أنه يأكل موز في المنام فبشرى بمنزلة الميت العالية في الدار الآخرة، والله أعلى وأعلم. ويمكن أن يدل رؤية الموز مع الميت في المنام على الرزق الوفير لأهل الميت، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تشتري موز في منامها تكون بشرى أنها ستقابل شخصا جيد ترتبط قريبا به، وأن حياتها ستتحول إلى الأفضل بإذن رب العالمين. وشراء المرأة المتزوجة للموز في المنام فيدل على الزيادة في الرزق والمال بمشيئة رب العالمين. وعندما تشتري المتزوجة الموز في منامها وتبيعه مرة أخرى إشارة على خسارتها للكثير من الأموال، والله أعلم. شراء السيدة الحامل الموز أخضر في منامها تحذير من العجلة في اتخاذ قراراتها مما يسبب لها المشاكل، والله أعلم. أما المرأة الحامل اشترت موز أصفر في المنام فذلك إشارة على التعب والمرض التي قد يصيبها، وكذلك المتاعب والمشاكل في الحياة، والله أعلم. شراء الموز دليل على الطموحات والأهداف التي يريد أن يحققها صاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأى الشخص المريض موز لونه أخضر في منامه فله بشرى على الشفاء من الأمراض وطول العمر بإذن رب العالمين. المرأة المتزوجة إذا رأت الموز الأخضر في منامها فإنها سوف ترزق برزق وفير ونجاح لأبنائها، وكذلك محبة الناس والسمعة الطيبة بإذن الله. عندما تكون رؤية الموز الأخضر في منام الفتاة العزباء فذلك بشرى على دخول الفرج والسعادة في حياتها. وقد يكون الموز الأخضر في حلم العزباء دليل على زواج سعيد قريب لها بإذن رب العالمين. إذا رأى الشاب الأعزب الموز الأخضر في المنام دليل على الزواج القريب له بإذن الله. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.